النهاردة البنك المركزي بيصدر بقى ضوابط جديدة ومهمة علشان نستخدم النقد الأجنبي في الاستيراد والتصدير. المفروض يعني طبقا للكلام اللي حصل النهاردة وطبقا للاجتماع ده ان نبتدي نشوف تغييرات المرحلة اللي جاية، والتغييرات دي هنلاقي ان هي موجودة مثلا في ان يكون في قبول لإيداعات نقدية لشركات بالعملة الأجنبية ناتجة عن عمليات تصدير مع العملات او مع البلدان المجاورة زي كل البلدان العربية. المفروض برضو على الكلام برضو التقرير اللي موجود معانا ان هيكون في متابعه للحد المقرر على فكره الاستيراد. احنا عارفين ان الاستيراد دلوقتي علشان يتم الافراج عن الاستيراد لازم يكون، لو انت بتتكلم لغايه 25,000 دولار بتستخدمه مره واحده كل 6 شهور، لكن لو بيزيد عن 25,000 دولار بلازم بتبقى بتعمل زي حاجة اسمها نموذج 4، ونموذج 4 ده بيخليك يعني تطول الفترة شوية، وده شفناه مع شركات كتير جدا ما كانتش عارفة تستورد لأن استيراداتها بتعدي ال 25,000 دولار كل 6 شهور. برضو في مجال مهم جدا زي السلع الإلكترونية، السلع الإلكترونية اللي بيكون جواها جزء محلي ومكون أجنبي، فالمكون الأجنبي ده نتيجة ان هو كان ناقص كل هذه السلع الإلكترونية زي الموبايلات او زي الحاجات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي في المطبخ او في البيت، كل الكلام ده ما كانش موجود. المفروض على نفس الكلام ده يكون في استثناءات من البنك المركزي، وهذه الاستثناءات تكون بتخلينا نقدر نستورد هذه الأشياء بشكل كويس. في نفس الوقت برضو كل الكلام ده يفتح لنا زي سؤال كبير جدا، هل دلوقتي احنا في مصر نقدر يكون في عندنا زي استثناءات بقى بشكل عام لقطاعات معينة احنا بنحتاجها بشكل يومي، ولا فكرة الاستيراد اللي واقف ده واقف على كل حاجة؟ كل الكلام ده النهاردة البنك المركزي ابتدى ان هو يتكلم عليه، وابتدى ان هو يحط له ضوابط عشان نعرف في الاخر ازاي نتعامل في مثل هذه الامور، عشان ما يجيش في الاخر ما نلاقيش ان في سلعة اساسية احنا يعني مصريين بشكل كبير بنستهلك سلع، ولكن هذه السلع اللي احنا كنا متعودين نستهلكها ما بقتش موجوده، فبقت كل اسعار السلع دي ضربه في السماء، وكنتيجه على الكلام ده كله البنك المركزي. وعلى برضو التوقعات اللي موجوده ان اصلا البنك الفيدرالي بكره هيرفع برضو النسبه 2%، فكل الكلام ده هيعمل حاله من حالات التضخم الاكبر في العالم كله. وعشان احنا برضو عندنا مشكله في الاستيراد، نرجع تاني نقول نفس اللفه، فهتلاقي برضو ان في سلع اساسيه بتغلى، وعشان كده لازم يتم عمل ضوابط معينه للافراج الجمركي والاستيراد والتصدير بشكل اسرع من كده، وبشكل ما يحملش المنتج نفسه اعباء ان المصنع بتاعه يكون واقف او ما يكونش شغال، وما يخليش البضاعه اللي موجوده في السوق بضاعه قليله جدا، وبالتالي هنلاقي ان الاسعار بتاعتها اسعار مرتفعه جدا. صراحة الموضوع ده موضوع مهم جدا، وموضوع كان المفروض ان احنا نبتدي بيه في البداية، لان موضوع احنا كلنا خايفين منه. ناس كتير جدا دلوقتي بينها وبين بعض لما تيجي تتكلم مع اي حد يقول لك ده اللي جاي وحش، ده اللي جاي مش افضل حاجة، ولذلك فاحنا محتاجين نعرف احنا واقفين فين والبنك المركزي هيعمل ايه. عامة احنا بنحاول دلوقتي نتواصل مع احد خبراء الاستثمار والتمويل، واول ما يكون موجود معانا هنكون بنتابع مع حضراتكم وبنشوف برضو الموضوع ده ممكن يترجم ازاي، وممكن نشوف البوادر بتاعته ونشوف في الاخر مردوده على ارض الواقع هيكون عامل ازاي. ولكن واحنا دلوقتي عمالين نتكلم خلاص احنا بالفعل قدر يكون موجود معانا الدكتور ايهاب سمره خبير الاستثمار والتمويل. استاذ ايهاب بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ، مش دكتور، انا ما خدتش دكتوراه. تمام يا فندم، ازي حضرتك يا استاذ ايهاب؟ اتفضل. تمام، احنا دلوقتي كنا بنتكلم على فكره ان البنك المركزي النهارده المفروض ان هو بيحط ضوابط معينه علشان يستخدم عشان نعمل استخدام للنقد الاجنبي بشكل افضل. بالظبط، فاحنا حابين نعرف من حضرتك ايه الضوابط دي؟ لجنه الاستقرار المصرفي. تمام، عشان بس نبقى عارفين هدف القرارات دي. لجنه الاستقرار المصرفي. جميل. تمام، والقرارات تلخصت طبعا في شيء من التسهيل نسبيا في موضوع الاستيراد، وخصوصا في المكون الاجنبي للصناعات الالكترونيه لانه لا بديل عنه، مفيش بديل عن المكون الاجنبي في الصناعات الالكترونيه اللي هي تجميع الاجهزه الالكترونيه المتقدمه. تمام، وبالمناسبه نقطه مهمه بس، لم يلغى قرار الاعتمادات، يعني انت تقدر تستورد باعتمادات او بمستندات شحن او باستيراد مباشر اللي هو الاستيراد الخاص. والاستيراد الخاص الحقيقه ده كان يعني كان نزيف في وقت من الاوقات للاقتصاد المصري، اللي هو نشتري حاجات من امازون ونشتري حاجات اونلاين وكده، فتم تحديده ب 25,000 دولار من المال الشخصي مره واحده كل 6 شهور. تمام، لان كان بيحصل قبل كده ناس يعني شراء عقارات او شراء كماليات او خلافه،
بالدولار من باستنزاف الأرصدة الدولارية الموجودة. لكن أهم نقطة أحب بس نوضحها أو نعلق عليها في قرار الاستقرار المصرفي هو تحديد المدفوعات النقدية في الصادرات، لأن في ناس كتير مش واخدة بالها منها. هو محدد 6 دول، الست دول اللي هم اليمن والسودان وليبيا وفلسطين والعراق بالضبط. الدول دي بيحصل لما تيجي تستورد بضاعة من مصر وأحيانا مواد غذائية وخلافه أو مصنوعات أيا كانت، العميل نفسه بيجي مصر بيدفع نقدا. ليه؟ الست دول دول ما فيهمش نظام مصرفي مستقر من نوع المتعارف عليه عشان يعمل تحويلات سواء باعتمادات أو بمسان شحن أو خلافه، نتيجة ظروفهم السياسية يعني. بالضبط كده. هذه الست دول اللي حضرتك بصيت فيهم يعني هي فيها طبعا دول غير مستقرة ودول يعني ربنا يعينهم طبعا في ظروفهم، لكن ما فيهمش نظام مصرفي معتاد عشان نتعامل عليهم بتحويلات قصاد مستندات شحن او باعتمادات مستندية بنكية او خلافه. تمام. فتقديرا او يعني تسهيلا للعملية يقبل منهم ايداعات نقدية من العميل ده، يجي يودع ايداع نقدي في حساب المصدر هنا في مصر، لكن على المصدر انه يقدم اوراق شحن تثبت انه صدر بضاعة بما يتناسب مع حجم التمويل الاموال اللي جاية. ليه برضو ليه نسأل ليه؟ عشان ما نفتحش باب المضاربات لحياز الدولار مش مقابل حاجة، مقابل هوا. لان وارد ان واحد يطلع سجل تجاري مصدر واستقبل اموال ما احناش عارفين مصدرها ايه ولا دي انا هصدر بيها او صدرت بيها، لا لازم يقدم اوراق يقول انه صدر فعلا، والا تبقى غسيل اموال مثلا او حياز الدولار من باب المضاربه. والعكس صحيح في الاستيراد. جميل جدا. طيب عشان كده اللجنه هنجد انها شددت جدا على وجود الرقابه على الصادرات والواردات، لانه مش بس يراجعوا المستويات، يراجعوا الفاكت حقيقه البضاعه الملموسه. تمام. يعني يفتح الكونتينر ويتاكد انه في بضاعه فعلا وبضاعه بالقيمه المقابله للاموال اللي تم استقبالها. تمام. طب استاذ ايهاب، كان في من ضمن التعديلات المقترحه يعني ان السلع الالكترونيه اللي بيتم تجميعها محليا واللي بيكون فيها مكون محلي ولكن مكون تاني اجنبي، ان يكون في استثناءات لهذا المكون الاجنبي. كنا عايزين نعرف من حضرتك برضه اكتر عن الموضوع ده. يكون في بدائل تقصد للمكون الاجنبي؟ استثناءات لفكره ان انا يكون عندي. وهي بالفعل وضعت استثناءات للمكون الاجنبي الذي لا بديل عنه محليا. جميل. استثناءات للذي لا بديل، لكن خلينا انبه بس لحاجه صغيره. اتفضل. خد بالك مثلا لما احنا وقفنا استيراد التليفونات اهو، في شركتين صيني جم فتحوا يعملوا تليفونات هنا في مصر. اعلنوا عنهم الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله. مظبوط. استثمار صغير صحيح، بيقول لك 10 مليون دولار او حاجه كده، مش رقم كبير قوي، لكن ابتدينا نجبر. خد بالك مصر سوق 106 مليون، سوق كبير. محدش هيتراجع عنه بسهوله، الناس هتدافع عن وجودها في هذا السوق، فانت كنت بتستورد من الصين حاجات كتير. لما وقفت المساله الصيني نفسه ابتدى يحط مصنع، وليكن مصنع تجميع يا سيدي في البدايه. هو برضو عمل شيء من التصنيع، عمل شيء من القيمه المضافه المحليه. استثمار صغير، لكن صغير في صغير في صغير هتجمل مبلغ كبير ان شاء الله. تمام. اذا فاستاذ ايهاب، حضرتك شايف ان القرارات دي في الاخر هتعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام؟ بوضوح شديد، هي لجنة الاستقرار المصرفي هي ستعود بشكل إيجابي جدا على الاستقرار المصرفي، لكن مش دي اللي هتحل المشاكل الكتير اللي احنا فيها، لأن في صناعة وفي تجارة وفي استثمار في أجزاء كتير غير البنك المركزي متخصصين بنواحي المشكلة الحالية. تمام. يعني لكن من حيث الاستقرار المصرفي، يعني لو عاوز أقول ملخص، الناس تطمئن على ودائعها وأرصدتها في البنوك، الجهاز المصرفي مستقر ومركزه المالي صلب ومتماسك. ده اللي نقوله في هذا القرار تحديدا. تمام. احنا يعني نشكر حضرتك جدا مرة على المعلومات ومرة على هذه النصيحة يعني، او على هذا الكلام اللي طمنت بيه ناس كتير جدا. شكرا حضرتك استاذ ايهاب سمرة، خبير الاستثمار والتمويل. فعلا لما احنا نيجي بقى في الاخر نستشف من هذا الخبر كلمة واحدة، زي ما استاذ ايهاب سمرة قال لنا، لو انت عندك فلوس موجودة في البنك فاطمن عليها، لان وضع البنك المركزي هو وضع كويس، وكل القرارات الصادرة تحت المظلة الخاصة بالبنك المركزي كلها بتعيد في الاخر ان يكون عندنا سياسة او استراتيجية تضمن النقد الاجنبي اللي موجود بشكل كبير. فاطمن لو انت حاطط فلوسك في البنك، ودي مفاد او يعني زي ما بيقولوا كده ملخص هذه الرسالة.